احد سكان المدينه، نحب نتعرف على اسم حضرتك. رمضان يا باشا. استاذ رمضان، ايه المشكله اللي انت بتعاني منها هنا في المراكز الطبيه في المدينه؟ وبالنسبه للمراكز الطبيه كلها، انا بتكلم في نقطه التعقيم بصراحه، لان احنا رحنا بدل المره كذا مره نكشف، الدكتور يبقى موجود يقول لك لا اصلي مش عارف، مش موجود اصلي، مش عندنا، مش عارف امكانيات. فبالنسبه للتعقيم ده، دي كارثه بالنسبه لنا في المدينه. انا بقالي سنه يعني الدكتور كان موجود وما رضيش يكشف عليك اكتر من 100 مره، واسال حضرتك بدل زي دكتور ايه كده، دكتور اسنان، دكتور انف واذن، دكاتره كتير اسنان، ودكتور الاسنان بالذات. وحضرتك عاوزك يعني بص، اسال اي حد نفس الكلام اللي انا بقوله هيقوله لك، مفيش تعقيم في المراكز الطبيه تماما، كتير جدا، بتاع 3 سنين او سنتين حاجه، اللي انا حضرته بعناية، لدرجه ان في ناس جت اشتكت قدامي واحنا واقفين في المركز، ان هي بتزعق معاهم مفيش امكانيات ليها، وقلت لهم حسبنا الله ونعم الوكيل ان انا جالي مرض فيروس السي بسببكم، بسبب قله التعقيم، يعني زي الولاده كل ما نيجي نروح برده مفيش، يعني ازاي مفيش تعقيم؟ طب اعرف ان المراكز الطبيه فيها وحدات ولاده، فيها امكانيات، فيها كلام، مفيش الكلام ده خالص. فحضرتك يعني بجد. طب ايه تاني برضو اللي حصل معاك برضو في نتيجه الكشوفات ولقيت فيها مشكله بالنسبه للولاده برضو؟ حضرتك رحنا انا والمدام عندي عشان تولد، لا اصل ما عندناش، لا انت تنزلوا الدمرداش، طب انا مراتي بتولد، لا اصل معلش مش عارف ايه، لدرجه ان ما فيش، خلاص مراتي لقيتها بتولد وولدت على ايد ناس، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، مش اللي هو المتخصص الولاده ذات نفسه، الله اعلم اذا كان بتاع اسنان، اذا كان بتاع بطنه، اذا كان بتاع اذن، الله اعلم برضو. ماشي، ان شاء الله مشكله توصل يا استاذنا وباذن الله. يا ريت والله العظيم، عشان دي كارثه بالنسبه لنا موضوع التعقيم ده، وناس بتشتكي كتير. ومعانا احد الاهالي برضو المقيمين في المدينه، تحب تعرف على اسم حضرتك؟ محمود سعيد. حضرتك ساكن فين يا استاذ محمود؟ في الحي الاول. ايه المشكله اللي انت بتعاني منها من ملف الطبي؟ والله انا المدام عندي كانت بتولد، خدتها ورحت المركز الصحي. تمام. دخلنا جوه المركز الصحي بتاع انهي حي؟ الحي الاول. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. المدام بتولد، الحقوني. طب والله عايزين التحاليل دي بسرعه، روح اعملها في مركز بره. رحت رايح اعملها بره. يعني هو قال لك ان التحاليل عنده مش شغاله، يطلع اعملها بره، رحت خارج بسرعه مش مشكله. ما قالكش ليه مش شغاله مثلا؟ مفيش فني والله، ما خدتش وديت انا. انا كنت ملهوف على المدام بتولد يعني. تمام. ودي اول فرحه ليا. تمام. جريت عملت التحاليل بره ورجعت، اتفضلوا. طيب خدوها ودخلوا للدكتور، ساعه 2-3 في الاخر خرجت الممرضه بتقول لي اصل والله كشك الولاده مش شغال. وان قالتك مش شغال بقاله قد ايه؟ بقاله عن يعني سنتين. تمام. يعني ما قالت لك ما حصلتش حاله ولاده عندهم في المده دي كلها؟ لا. طب ما قالتلكش ايه السبب؟ طب يا جماعه انتوا خليتوني رحت ليه عملت التحاليل وكلفت كل ده وقعدت كل الوقت ده؟ لا اروح حضرتك. بيني انت مرتاح قد ايه؟ بس بكام كيلو؟ كتير حضرتك بالظبط، يعني 50 كيلو كده، 60 كيلو. والمدام كانت تستحمل المده دي كلها؟ انا عقبال ما وصلت الدمرداش كان خلاص بقى، يعني كان البيبي هينزل خلاص، يعني البيبي نازل. تمام. تمام. مجرد ما دخلت بصراحه هناك الله يبارك لهم لحقوني. يعني هنا 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 قال لك مفيش دكتور، مفيش دكتور نسا ولادة او دكتور كشك كمان مش شغال. يعني مفيش خدمات متوفره ان هم يقدروا ان هم يولدوها. طب انت ما اشتكيتش للمسؤولين هنا او حاولت تعبر عن غضبك فيهم بحيث ان هم يحلوا المشكله دي عشان ما تتكررش مع حد؟ بصراحه يعني انا اشتكيت وزعقت وعملت مشكله، بس مين هيلحقني ومين هينجدني؟ مفيش حد. تمام. انا وطبعا يعني المدام بتولد، فخوفي كله على البيبي وعلى المدام. تمام. اتلكبكت عامل ايه؟ تمام. بعد ما خرجت ودفعت فلوس بره واتبهدلت انا والمدام واخواتي ولا. طب انت ايه رايك في المستوى الخدمه اللي بتقدمها وزاره الصحه؟ سيء 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 جدا جدا جدا. انا كنت ساكن في المقطم قبل ما اجي اسكن هنا في المدينه. تمام. انا جاي المدينه عشان حياه جديده، مستقبل جديد، جو نظيف، عيشه نظيفه، لقيت ان الحاجه سيئه، تعامل سيء، خدمه سيئه، اجهزه سيئه، حاجه يعني ما ينفعش ان البني ادم. بقى لك كام سنه على القصه دي؟ انا بقى لي بالظبط كده تقريبا هنا في المدينه 2.5 سنين. يعني 2.5 سنين عمرك ما لقيت خدمه طبيه كويسه؟ لا، كل خدماتي بطلع اوفرها من بره، ما بوفرش حاجه من هنا. طيب. لان هنا مفيش خدمات متوفره لان انا متاح. ان شاء الله المشكله تتحل يا استاذنا وباذن الله صوتك يوصل للمسؤولين. شكرا. ومعانا احد سيدات المدينه برضو بتشتكي في الملف الطبي، حابب نتعرف على اسم حضرتك. دنيا. دنيا ايه يا حاجه؟ دنيا سيد. ايه المشكله اللي انت قابلتيها هنا؟ مشكله حضرتك، انا بروح المركز الطبي بندور على دكتور بطنه ما بنلاقيش، دكتور اسنان ما بنلاقيش،
ها على طول بنروح هناك، ما فيش علاج وما فيش اي حاجه، ما فيش اي خدمات خالص. يعني انت رحتي كام مره يا حاجه واقول لك الدكتور مش يعني الدكتور مثلا ما عندناش التخصص ده؟ انا رحت كذا مره. رحت كذا مره، ما فيش دكتور بقى. طيب انا رحت 15 يوم ورا بعضيهم ده في انهي مركز فيهم؟ في المركز اللي قدام مننا في المجاوره الثانيه. المجاوره الثانيه في انهي حي؟ الحي الثاني، المجاوره الثانيه. هو المجاوره الثانيه حي اول. حي اول. المجاوره الثانيه حي اول. المجاوره الثانيه. طيب جربتي تروحي مركز ثاني ولا هي برضو المركز الثاني نفس المشكله؟ لا انا ما رحتش مركز ثاني، هو المركز ده. طيب ايه ثاني اللي قابلتيه في المشاكل برضو مع المراكز الطبيه؟ بس ما فيش والله اي خدمات خالص، ما فيش اي. يعني طب انت بتعاني من المرض ايه يا حاجه؟ انا عندي سكر. عندك سكر وضغط. طيب وانت لما رحت هناك ما فيش ولا واحد كشف عليكي ضغط او سكر؟ لا ما فيش دكاتره اصلا. مفيش دكاتره في التخصص ده. طيب انت بتناشدي مين يا حاجه؟ تحب تناشدي مين يحل لك المشكله دي؟ والله الناس اللي مسؤولين، واللي الناس اللي ماسكه البلد، ان هم يبصوا لنا شويه ويبصوا للمدينه بدر اللي فيها ناس غلابه، واحنا نتعالج فين؟ ولا في مستشفيات هنا ولا في دكاتره هنا، وكل حاجه كل حاجه. طيب ان شاء الله مشكلتك توصل لحاجه، ومعلش احنا تعبناكي معانا، وان شاء الله مشكلتك تحل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دلوقتي احد المواطنين في المدينه، نحب نتعرف الاسم حضرتك. فرغلي التوني يا فندم. حضرتك ساكن فين يا استاذ فرغلي؟ في مدينه بدر الحي الاول. طيب ايه مشكلتك مع الملف الطبي؟ حضرتك كنت بتشتكي ان الملف الطبي هنا فيه بعض المعوقات. والله بالظبط، انا كان عندي ابني عنده 8 سنين بيعاني من مشكله في القلب، فبيحتاج كل فتره ان انا بيتوضع على جهاز التنفس. روحت الاول المركز الطبي اللي عند النقطه هنا، قالوا لي للاسف مفيش دكتور موجود ومفيش امكانيات هنا، فاروح اللي هو الحي الثالث هتلاقي هناك في استقبال. يعني هناك قال لك مفيش دكتور ومفيش اكسجين، التنفس اصلا مش شغال يعني، مش هو شغال. موجود بس عطلان. الله اعلم انا ما شفتوش، بس كان تمام. الكلام طبعا ان هو ايه، روح الحي الثالث. تمام. روحت الحي الثالث اتفاجئت بانه اساسا مركز مبدئي لسه ما فيهوش اي امكانيات. طب يا جماعه عايز جهاز تنفس؟ قال لك لا ما فيش. طب دكتور اطفال اعمل عليه يعني ايه مبدئي؟ فاتحينه يعني ايه قصدك فاتحينه بشكل مبدئي مش نهائي؟ هو حضرتك مفتوح كمنظر كاثبات حاله ان هو في مركز طبي موجود في الحي الثالث. تمام. وما فيهوش اي تخصص، ما فيش اي امكانيات. حضرتك اللي ممكن الممرضه وممرض موجودين بيوجهوك انك تروح بقى اي مكان ثاني، روح عياده خاصه، روح مستشفى، انزل اشتري جهاز تنفس. طب انا جاي النهارده مركز طبي ليه؟ يعني انا جاي من مصر الجديده، في كذا مركز طبي، مفيش مركز ممكن ادخله يقول لي اروح مركز ثاني. يعني المستلزمات مش موجوده والكادر البشري مش موجود. بالظبط، الكادر البشري منعدم في المراكز الطبيه. كان فاضل حاجه واحده، المركز الطبي اللي في صبحي حسين، وانا اعرف كويس قوي انه اصلا مش شغال. يعني موجود برضه نفس القصه، منظر مجرد هيكل عشان ما يبقاش فيه لوم على وزاره الصحه ان مدينه بدر ما فيهاش مراكز طبيه، لكن كخدمات زيرو. طيب وزاره الصحه هنا ليها مستشفى؟ لا مفيش مستشفيات هنا تبع وزاره الصحه. يعني مفيش غير المراكز دي كمان ومش شغال. المراكز الطبيه دي اللي تبع لوزاره الصحه، ثلاث مراكز، واحد عند النقطه، واحد في الحي الثالث، واحد ده في صبحي حسين. طب تحب تناشد مين حضرتك؟ والله انا بلاش اتسائل وزير الصحه بانه يعني يا ريت يبص لمدينه بدر، لان احنا وصلنا بقينا اسوأ مكان في مراكز طبيه تبع لوزاره الصحه هي مدينه بدر. طب يا ريت ان هو يشوف لنا حل في الموضوع. ان شاء الله الرساله توصل وباذن الله المشكله تحل. شكرا. ميرسي جدا.